بين مصطلحات الطب البديل والطب التكميلي. طب العلاج بالأعشاب يمكن واحد من الحاجات اللي بقت منتشرة جدا في الآونة الأخيرة، وكثير من الناس ما بحبوا الأدوية الكيميائية وما بيلجأوا للأدوية الكيميائية لحاجات كثيرة ولأسباب كثيرة، منها مثلا الآثار الجانبية، أو حتى ما بفضلوا الأدوية الكيميائية وبيعتبروا إنه الأعشاب هي البديل الآمن، والبديل يعني حتى لو إنه مداه أطول فهو أأمن لهم وتجربته أكيد ناجحة بكل المقاييس. يا سارة، نعم، الفقرة دي هي عن الطب البديل، وسعيدين أن يكون معنا دكتور سيف المكاوي اختصاص الطب التكميلي وخبير التداوي والتجميل بالغذاء والماء والأعشاب والبدائل الطبيعية، مركز المكاوي للأعشاب والتجميل والحجامة الإسلامية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا أكون معكم في هذه المساحة، إن شاء الله نقضي لحظات جميلة ونقدم ما يرضي المشاهد. ان شاء الله. بين الطب البديل والطب التكميلي، ادينا تعريف للمصطلح ده اكثر. طيب، في البدايه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطب البديل او ما يعرف بالانجليزيه بالالترناتيف ميديسين، او الطب التكميلي اللي هو الكومبليمنتري ميديسين، كلاهما مسمى بيشير الى معنى واحد، لكن كلمه بديل هي مؤشر لحاجه كانت غايمة. لكن التعريف البسيط الممكن يوضح للمشاهد معنى الطب البديل، ممكن نقول هو مجموعة من الأساليب المختلفة التي تعمل في مجالات مختلفة أو مجالات طبية مختلفة بهدف الوصول للاستشفاء. ودائما الطب البديل أو الطب التكميلي بيعتمد على المداواة النفسية والجسدية، أي أنه بيجمع بين العامل النفسي وبين الجسد في العملية العلاجية. والطب البديل هو الآن زي ما أنت أسلفت قبل قليل، يعني أصبح متواجد في أي دولة ويشكل ثورة الآن، وهذه الثورة هي غادمة لا محالة، لكن هي ليست بمعنى أنه إحلال للطب الحديث أو إلغاء، وإنما بديل لبعض مفردات الطب الحديث اللي ممكن تكون ما ممارسة في الطب الحديث أصبحت موجودة في الطب البديل. والآن العالم ده كله يعني لاحظنا في الولايات المتحدة الأمريكية، في USA، يمكن يكون الطب البديل وصل مرحلة تفوق الخيال. وأنا من هذه النافذة بناشد إنه الناس يا أخواننا ممكن تكون ثقافة عالية، تدخل النت، تخش اليوتيوب، تشوف الناس زي وصلوا يا مرحلة. يعني الآن الولايات المتحدة دي فيها شباب أفنوا زهرة شبابهم باحثين في هذا الطب البديل. وأيضا كذلك في ألمانيا الآن ما يعرف بالنيو ميديسين، والنيو ميديسين أساسا بيعتمد في كل مكوناته على مفردات الطب البديل. بمعنى ممكن إحنا نقول الطب البديل هو كلمة مفتوحة، الطب البديل موضوع ذو شجون، موضوع متشعب، فوائده ممكن تكون لا حصر لها ويمتاز بغلة آثار الجانبية، لكن في النهاية الطب البديل هو بيمثل عملية تكاملية شمولية بهدف الوصول للاستشفاء وتقديم خدمة متميزة لهذا الإنسان. والكلام عنه يطول في التعريف، لكن ممكن يكون ده ملمح بسيط عنه. جميل جدا. طيب، في ظل التعريف وفي ظل التقدم الواضح على مستوى العالم، على المستوى المحلي وين وصلت العقلية السودانية في تقبله وتعامله مع الطب البديل؟ طبعا الطب البديل في السودان يعني دائما نحن على رأس مفرداته الناس بتعتمد على الأعشاب، يعني تشكل 80%، ممكن يكون مصادر الأدوية الموجودة في الصيدلية الآن 75% منها أعشاب. ونحن الطب البديل يعني في السودان عندنا ما يعرف بالطب الشعبي، يعني هؤلاء يعني هذه الشعوب هي توارثت هذه المزارع، وما يعرف الآن بقول لك بعلاج الحبوبات والمسائل. لكن نحن دائما الطب البديل يا أخواننا ما زي زمان، يعني الآن أصبح له ضوابط زيه زي الطب الحديث. يعني نحن الآن بنتوخى الدقة في اختيار العشبة ومضمونية فعاليتها وخواص الكيميائية والفيزيائية، وهكذا يعني الطب البديل بيخضع لمعايير ومقاييس معينة وجهات تكون مختصة. يعني ما أي زول ممكن يكون ممارس الطب البديل ما لم يكون شخص دارس وباحث في هذا المجال. ونحن يعني مركز المكاوي الآن ممكن يمثل الطب البديل، والأشياء اللي بنعمل بها الآن ممكن نكون عشان نحن نذغل هذه المعرفة بالعلم اصطحبنا معانا جزء من جوانب الطب الحديث اللي هو في التشخيص. وده نهج الخواجات الآن بيقولوا ميديكال ويز اوت لاب اتز نثينج.
فالطب البديل اذا الانسان عمل معه بطريقه صحيحه والجرعات كانت معقوله او الجرعات كانت علميه في الديفايد دوز والسنجل دوز، بلا شك هذا الطب بيدي نتيجه. وانا شايف في الافق يعني يمكن يكون لهذا الطب مستقبل كبير جدا في السودان، وممكن ينهض باقتصاد السودان، لانه الطب البديل نحن الان بنعالج باعشاب هي ممكن تكون موجوده عندنا في السودان. جميل. فهذه الاعشاب الموجوده او بيتم استزراعها الان ممكن تكون دخلت حيز الدواء. فاي عشبه ممكن الان دخلت حيز الدواء اذا اهتمينا بها من حيث الزراعه، من حيث التخزين، من حيث العرض، من حيث التصنيع، ممكن تكون محصول اقتصادي حتى لو لم يتم تصديرها، بس محليا ممكن تعالج لنا كثير من المشاكل اللي ممكن يكون الطلسم بتاع الان في السودان موجود. جميل جدا. طيب هل مصطلح الطب البديل هو المصطلح السليم؟ يعني هل هو طب بديل ممكن يكون بديل تماما للطب الحديث، ولا هو طب تكميلي؟ هو طب بديل لبعض مفردات الطب الحديث. نعم. يعني بنجد الان في الطب الحديث في بعض الاشياء الممارسه في الطب البديل هناك ما موجوده. فمن هنا بتنشا عمليه التكامل وعمليه التكافؤ وعمليه الشموليه، يعني هو ما بيستغنى عن الطب الحديث. لكن انا شايف مستقبلا الطب الحديث مع الطب البديل ممكن الاثنين يطلعوا خلطه او مكون انا ما اقدر اسميها، لكن نخليها بوكيتها يعني لكل حدث حديث ان شاء الله. جميل. طيب احنا عموما على السبيل المحلي يعني قاعدين نتخوف في مساله انك تمشي لدكتور عشان يشخص لك، عشان تكتشف انه عندك مرض. العامل النفسي في الموضوع ده ممكن يكون مؤثر لحد كبير جدا، او ثقافه الطبيب نفسه ممكن يكون لحد كبير احنا عندنا اشكال فيها. طيب ثقافه انه الشخص نفسه يجي لطب بديل، يجي يفترض ويعتقد بانه هو ده مكان علاجه وده المكان الصحيح، شنو ابرز الامراض اللي انتم ممكن تكونوا يعني تفوقتوا فيها وقدمتوا فيها شكل مختلف؟ والله طبعا السؤال جميل وسؤال هادف وسؤال عميق جدا، لكن نحن من المشاكل اللي ممكن نكون اهتمينا بها وظللنا نبحث في الجديد وفي المفيد مساله الانجاب او تاخر الانجاب. كثير بنسمع يقول لك علاج العقم، هو صراحه العقم ما بتعالج. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال ويجعل من يشاء عقيمة. فالسيده اذا كان ما عندها بويضات وما عندها مبايض دي اكيد ما حتجيب. كذلك الرجل اذا اساسا ما عنده خلايا بتصنع هذه الحيوانات المنويه في الخصيه ايضا ما حيكون عقيم. ونحن دائما بنتحاشى كلمه العقم لانه اهم شيء المصداقيه والشفافيه في هذا الطب. نحن الان بنعالج تاخر الانجاب. وتاخر الانجاب ده طبعا السيده عشان تنجب في بعض المشاكل اذا بقت ما فيش هي بتنجب، الا اذا ربنا اساسا ما جعل لها جسم ابتداء من تكوين المبايض في اثناء يعني تكوين في مرحله كانت جنين. والمشاكل دي هي الان شائعه، فمثلا لابد تكون المبايض سليمه، الانابيب تكون مفتحه، الريح بيكون خالي من الشوائب، خالي من الالتهابات، والالتهابات دي قد تكون يعني بكتيريه او فطريه او ميكس انفكشن. لكن المسائل اللي عشان تتحلى وتتعالج انا ازف البشره من هذه اللحظه انه اي وحده عندها مشاكل بتاع التكيس في المبايض، عندها انسداد في الانابيب، عندها لحميه موجوده في الرحم او في التهابات، او عندها مشاكل بتاع اختلالات هرمونيه، يعني ضبط الهرمون مهم جدا خاصه اللي بتعاني من هرمون اللبن او الاف اس اتش او ال اتش، دي كلها هرمونات لو بقت ما منضبطه بتاخر لنا عمليه الحمل عند السيده. فمجمع المكاوي الان وجد حلول متكامله، هذه الحلول من شانها ازاله الالتهابات، ضبط الهرمونات، ازاله التكيسات وانسداد الانابيب. وانا اعتقد انه الاعشاب في هذه المساله بالذات افيد، لانه هسه لو انا عايز احل لي مشكله مبايض اتكيست نتيجه لوجود بدانه، فلما ندي الهرمون بغادي بكون فاغمت المشكله، ممكن يتسبب لي في زياده حجم البدانه او يتسبب لي في مشاكل بتاعت التهابات، لكن الاعشاب ما بتعمل الكلام ده. عشان كده دي قبيل ميزه قلت يمتاز بغلة الاثار الجانبيه. ايضا المشاكل بتاعت غفل الانابيب ايضا عندنا لا حلول من الاعشاب، حلول طبيعيه، لكن الكلام ده كله اي سيده بتعاني من هذه المشاكل لابد تصعب معها الفحوصات والتحاليل الطبيه. يعني احنا ما زي المؤسسات او المواقع اللي انت تمشي تحكي لها مشكلتك ويقول لك خد هذه العشبه، لا. نحن نتعامل مع ريبورت كامل من الطبيب وعلى ضوها بنقدر نحدد وصفتنا، لكن زي ما اسلفت المعالجه اللي بتتبني على التغذيه والوصفات والنصائح والارشادات، والعشبه ذات تكون في مواعيدها المحدده
وبجرعات العلميه بتؤتي اكلها باذن الله تعالى. ده فيما يخص النساء. نجي لادم او فيما يخص الرجال بالذات. طبعا النساء نحن قد نحتاج لكم فحص عشان نتوصل لحل المشكله. ده خلاف انه الان في يعني 10% في مشاكل او ما يعني اسباب غير معلومه المصدر بالنسبه حتى للطب الحديث ما بقت ما معلوم. فدي هنا الطب البديل بيتضمنها معاه لانه بيعتمد على المداواة النفسية والجسدية. في مشاكل روحية ما في زمن نخوض فيها، لكن ده ملمح انه بعض المشاكل الروحية قد تتسبب في تأخر الحمل عند النساء. طيب نجي لآدم. الفحص اللي احنا بنطالب به بيوضح لنا المشكلة اللي هو السيمينال اناليسيس، تحليل السائل المنوي. في ناس بيكون عندهم مشاكل في الخصوبة، في الذكورة بتاعتهم، الحيوانات المنوية بتكون ما مكتملة، فيها تشوهات من بداية التصنيع، العدد بتاعه ضعيف، اللزوجة أو الفيسكاسيتي هي ذاتها قد تكون سائلة شديد وقد تكون لزجة في نفس الوقت، دي بتعمل لنا مشكلة في الموتيلتي أو في الحركة. لكن نحن الآن أيضا نزف البشرة بالنسبة للرجال، عندنا مجموعة، هذه المجموعة بتزيد عدد إنتاج الحيوانات المنوية في الحركة والنمو واللزوجة والشكل، وبتشيل الالتهابات. والالتهابات دي يعني بالذات الرجال ممكن يكون في التهابات في المسالك البولية أو التهاب في البروستات. ايضا في ناس بيكون عندهم مشكله اللي هي مثلا الدوار الخصيتين، فالدوار دي لما تكون موجوده الخصيتين طبعا عندهم عمر محدد، نعمل جمع محدد لانه عنده مصنع، هذا المصنع كله سليم، كله ما انتج لنا الى نهايه العمر. فنحن ما عايزين نبالغ، لكن بفضل الله الانجاب كده يكون قطعنا فيه مسافه. واغلب الناس اللي ربنا يجعل لهم التوفيق سموا ابنائهم باسم المركز، يعني واحد يقول لك ما شاء الله انا عندي كم سنه ما حصل لي انجاب. فنحن نقول ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى، والكلام ده ما بعيد على الطب البديل، لانه منذ قدم الزمان الناس بتعالج بالاعشاب، عالجت المشاكل اللي ممكن تكون مستعصيه وهكذا، يعني الكلام يطول عن المزاله دي بالذات. نعم. طيب من المشاكل كمان المنتشره كثير جدا في المجتمع السوداني مشاكل المعده والمصران، يمكن يعني دي من اكثر المشاكل المنتشره. كذلك انت عندكم لها حلول واضحه وظاهره وتكلمتوا عنها واشتهرتوا كثير في الجانب ده، كلمنا عن الجانب ده. وطبعا اختي سؤالك جميل جدا، يمكن يكون يعني اغلب الشعب السوداني بيعاني من مشاكل المعده دي، ونحن عندنا مشكله يعني مع الطعام ده بالذات، يعني احيانا بنركز على الوجبه الواحده. نعم. ما في تعدد، عشان كده الطب البديل ده عنده انماط، عنده لايف ستايل كامل، وعنده وسائل علاجيه، وعنده اساليب. الزول اللي بيعتمد على هذه الاساليب لانه ذاته مستمد من الطب النبوي، الزول اللي بيعتمد او بيتبع هذه الاساليب اذا كان شاب الاساليب دي بتميت في ايام شبابه، اذا بقى شخص سقيم او عيان بتعجل ايام شفائه، وفي نفس الوقت اذا بقى زول معافى اطالت ايام شفائه. فالناس اللي بتناولوا الطعام بكميه، بما ان احنا اختي عندنا مشكله، يعني الواحد لو ما اخذ ثلاث صحن بتعبوش كده تفشى في الاكل ده، الحديث لغيمات يغمن صلبه. والطعام ده القاعدة الطبية النبوية في السنة إنك تاكله وإنت تشتهيه، وتقوم منه وإنت تشتهيه، يعني ما تشبع في الطعام. فأي شبع في الطعام بيوصلك لمرحلة التخمة. التخمة دي معناتها المعدة حتتعبها في العجن بتاع الأكل ده والمشاكل دي كلها. فالبنكرياس ده بفرز الأنسولين. أنت لما تتناول أكل بسيط هو بيستطيع انه يتعامل مع هذه الكميه ويتم انتاج انسولين عشان بعدك يتم هضم السكر داخل الخلايا. يعني انا اتخيل انسان متزوج مشى البيت الساعه 8 بالليل، اتصل لزوجته وقال لها يا اخي انا والله معي 30 ضيف. طبعا حتتفاجئ تخط يدينا كده تعمل لهم شو. نفس الفكره، البنكرياس لما انت تديه كميه من الاكل من الزخم حتعيق عمليه الهضم، عشان تنتج مشاكل بتاعت معده، حموضه، حرقان، نفاخ، مشاكل بتاعت تراكم غازات، اخلاط، ده فضلا عن انه يجيك امساك او تجيك مشاكل بتاعت سموم تتولد داخل خلايا جسمك. فاتباع السنه مهم جدا لحفظ الصحه. اثنين التنوع في الغذاء، ربنا سبحانه وتعالى جعل الاشياء اللي بتعالج وبتغذي كثيره ومتعدده، فبالتالي نحن ما نركز على حاجه واحده. بعد ذلك تناول الفاكهه قبل الطعام، لانه ربنا قدم الفاكهه وفاكهه. أسي الناس باكلوا بيشبع الانسان، بعد ذلك انت تتناول جزء من الفاكهه، وبالتالي ما حيستفيد منها، وفي نفس الوقت بيكون ضيع على نفسه فرصه ممكن يستفيد من الاكل الكم البسيط. بس الان ثقافه الكم والكيف دي ما عندنا، زول بياكل بالكميه ما بياكل بالكيفيه.
فلازم الانسان يكون عنده ثقافه عاليه جدا، يعرف ياكل شنو، شنو اللي بينفع معه، وشنو اللي ممكن يحل له مشكلته. لانه لو ما اتعامل بهذه الكيفيه حيتفاجئ في مستقبل ايامه انه شايل له كيس من الادويه فيه كميه من الحقن وكميه من الحبوب، يبلع من ده وينطعم من ده، ده كله لسوء السلوك في الحياه. فمشاكل المعده ومشاكل المصران يا اخواننا، الان مجمع المكاوي وجد حلول متكامله. هذه الحلول هو شيء بتقضي على الاتش بايلور اللي هي جرثومه المعده، التورحات اللي ممكن تكون موجوده، الانتفاخات، المشاكل بتاعت الغولون. فممكن يكون باختصار يا اخواننا مشاكل المعده والغولون الشقيه العصبي وفي نفس الوقت الغولون التهابه، دي حلول موجوده وامنه وبتدي نتائج. يعني احنا بنتكلم من هذه اللحظه وبنراهن على منتجاتنا دي، احنا ما عايزين نبالغ نقول اي حاجه بتجينا بتتعالج، لكن ما ندى الانسان يتعامل معانا ويتبع النصائح والارشادات والبروتوكول اللي بنضعه له الا وكان الشفاء باذن الله تعالى. جميل. طيب الجزئيه المهمه بالنسبه لنا هي اللي عندها علاقه بالتجميل، ويبدو ان لكم عندكم بصمه واضحه فيه يخص التجميل. طبعا التجميل اختي العزيزه يعني دي حاجه بتميزنا نحن في مركزنا بالذات، عندنا له قسم خاص، ونحن يعني بنعتمد على كم اسلوب علاجي في مؤسسه المكاوي للاعشاب. يعني الناس اللي بتشاهدنا الان ما تفهم انه الطب البديل ده بس اعشاب حاجه مسحونه بالدكليا، لا، بالبديل انماطه بعيده جدا، الفلسفه بتاعته عميقه جدا، ما اي انسان ممكن يخوض فيها، ما اي انسان ممكن يتعامل مع التجميل. لكن لما نجي نتكلم عن التجميل لابد ان نعرف ما هو الجمال او الاشياء التي تتعلق بالعمليه التجميليه نفسها. الكلام هنا يطول لانه التجميل ده هو عايز حلقات، فنحن ناخذ ملمح بسيط ونركز على بعض النقاط اللي ممكن تكون بشكل هاجس لحواء اليوم. وطبعا الجمال ده هو جمال نسبي، تلقى الوحدة جميلة ما شاء الله عليها متنازغة في جسدها كليا، لكن في عامل نفسي انه لو ما عملت مع حاجة شالتها ومسحتها في جسمها ده استعملت حاجة نفسيا كده ما بتكون مرتاحة. وفي كثير من الظواهر السالبة نحن الان بنصلد على ضوء بتحصل من بعض الممارسات الخاطئة في الحياة اليومية، سواء كان على مستوى التاج الشعر او على مستوى البشرة، خصوصا على الوش والجسم، بنضع لها حلول خاصه للعرسان بالذات. بيكون يجونا مشاكل والواحد يجيك مستعجل يقول لك يا انا لسه المكاوي باقي لي اسبوعين ثلاثه من الزواج، والحلول شنو؟ فانا ما عارف ابدا لك من وين، لكن نبدا من فوق نشوف المشاكل اللي بتعاني منها طبعا الشباب والشابات. المشاكل دي بيناتهم الاثنين، اي واحده الان طبعا عايزه الشعر بشكل معين بلون معين، يكون طويل، السبيبه تكون سميكه، ما بتتغصف ما بتتساقط، ما في قشور، ما في حكه، ما في التهابات، ما في تجعد، ما في جفاف، والطريقه بتاعت اللف بتاعه يكون بشكل معين، الاستشوار بشكل معين، في كميه من الحاجات. لكن نحن الان عندنا حلول متكامله، هذه الحلول هي منتغاه من الطبيعه. عندنا زيت اسمه ملك الزيوت. ملك الزيوت ده انا انصح اي فتاة تتعامل معه، خاصه اللي بيعاني من التساقط والتغصف والجفاف والعايزه تطويل وعايزه تنعيم، لانه ملك الزيوت ده مجموعه من الزيوت تشتغل تطويل وتنعيم وتغذيه وتساعد في تفاعل البصيله بالنسبه للناس اللي الشعر ما بطول. وفي نفس الوقت عندنا حاجه اسمها الايون. الايون دي هي عباره عن حمام زيت بيساعد في التغذيه، وعندنا بودره الغسيل بتعمل لوحدها كماسك عادي بتغسل بها الشعر من المشاكل الالتهابيه، الثعلبه والقوب والحكه. فممكن يكون الشعر اللي اشتغلنا عليه غسيل ومكوى، يعني ما عايز اطول فيه. لكن نجي للجزئيه الثانيه، المساله بتاعت البشره عموما، ونختزل المساله دي في الوجه بالذات، لانه اغلب المشاكل بتصيب الوجه. طبعا اختي العزيزه في كثير من الناس الان بيفتكروا انه الوجه ده يعني بس تشيل لك حياه تلصقها ولا تمسحها كده خلاص يتعالج. لكن الكلام ده عكس الواقع تماما. الوجه ده يا اخواننا فيسيولوجيا يتاثر بكل الاشياء اللي بتحصل للجسم سلبا او ايجابا. بمعنى الطب البديل ده بيحدد لك نمط حياتك ده، حتى نوع الغذاء اللي انت بتاكله ده بيسهم في جمالك وفي صحتك. فالناس الان يعني اللي بيعانوا من مشاكل حب الشباب ده طبعا عندنا نحن عنده انواع واقسامه متعدده على حسب الشخص نفسه، في الرؤوس السوداء والبيضاء والدمامل برضه نوع من حب الشباب، والحول بتكون بشكل فظيع جدا، دي بعد شويه حد عمل تجاعيد وحفر في الوش. عندنا مجموعة الآن بتشيل لنا حب الشباب، بتفتح المسام، وبعد ما تشيل الدهون دي بتعمل غفل للمسام، يعني اثنين في واحد، في نفس الوقت بتدي نعومة ونضارة كاملة.
ده فيما يخص جنسين الشباب او الشابات. يزور عنده حب شباب او واحد عنده حب شباب عايزه بشره بشكل معين بنعومه كامله كالاطفال مع ليله تصنع. نحن الان موقعنا في الخرطوم في الاستاد. جميل. نجي لحاجه ثانيه ودي بتشكل هاجس لبعض النساء، مساله النمش والكلف والتصبغات الجلديه والهالات السوداء. اي كلمه من المجموعه دي من الجمل دي محتاجه لحلقه. لكن النمش والكلف والتصبغات الجلديه والهالات السوداء والتجاعيد خاصه نحن في فصل الشتاء، لانه الناس الان ما بيتناولوا مويه بقدر الكافي، والجفاف ده بيتعكس سلبا على البشره. فانا بنصح انه الناس تتناول القدر الكافي من الماء عشان تحصل تميئه للجسم، وبالتالي يكون في ترطيب طبيعي. فالمزرعه بتاعت النمش والكلف والتصبغات الجلديه حتى المستعصيه، لانه في نساء عندهم اختلالات هرمونيه لو ما تعالجت من الداخل النمش والكلف ما بيتعالج. فنحن عندنا حلول متكامله بتعالج المشاكل دي كلها. وما اطيل عليك، لكن في جزئيه انا عايز الحق عليك بالتجميل، اللي هي مساله تناسق الاجسام او تنسيق الاجسام. الان ظهرت مشاكل البدانه والمشاكل بتاعت البطون، وتلقى الواحد الحجم بتاع الكرش ما شاء الله زايد، ونحن عندنا البدانه دي ام الكبائر في كل حاجه. فالمزرعه الان بقت ما مزرعه ترفيهيه ولا حاجه بالشكل اللي انا ماشي اخص ولا عايز اعمل رجيم ولا كده، مزرعه بقت مزرعه صحيه بحت، لانه علميا ثبت انه البدانه دي عندها سلبيات ومآلات ممكن تفتك بهذا الجسم. مشاكل في القلب، مشاكل في الاوعيه الدمويه، مشاكل في الشرايين، مشاكل بتاع الزبحات بتاع الجلطات، وحدث في الموضوع ده. فالبدانه دي اي زول يا اخواننا سمين وزنه زايد، في حاجه اسمها دليل معدل كتله الجسم. نحن بنوزن الانسان وبنشوف طوله، بعد ذاك بنقسم وزنه. اذا بقى وزن طبيعي عايز تسمين موضع ممكن يحصل الكلام ده، لكن اذا بقى زياده مفرطه ده نحن الان عندنا لا حلول متكامله تتكون من ثلاثه حاجات. اول شيء عندنا الياف فايبر عاديه زول بيستخدمها قبل الوجبه، ودي تعمل ضبط للشهيه، يعني ثاني سفسفه ما في زول بياكل لقمتين ثلاثه بشبع، وهي في نفس الوقت فيها مكملات غذائيه والياف، وبتعمل غسيل اسفنجي للجهاز الهضمي، تمتص المياه الزايده وتكون ديسفلاتيونس تارد للغازات والفضلات. ايضا في دهان موضعي بيتم مسحه على الجلد، ده بيزيب الدهون حول البطن والترهلات والمشاكل دي كلها. وفي حاجه ثانيه متعلقه بالنحافه، اللي في زول نحيف شديد. طبعا الزول لما يكون سمين الموضوع ما متعب او مريض شديد زي الزول لما يكون نحيف، لانه الناس قد تتساءل الناس زيل في الاسره نحيفين كده مالهم، ربما تكون في مشاكل جينيتيكلي او وراثيه. فاي واحده الان نحيفه عايزه زياده بتاعت وزن، والزياده دي انا احنا دائما في اليومين دول بنحبذ الزياده الموضعيه، يعني ما بنحب البدانه الشكل المشيل للانسان. في زياده موضعيه للوش يتم تسمين الوش وتديوره في نفس الوقت، في زياده موضعيه للسواعد خاصه البنات اللي بغسلن بالمياه الدافئه والصوابين دي بتشيل الدهون، وفي زياده موضعيه للساقين. والموضوع عن التجميل وعن التسمين والتخسيس موضوع طويل، لكن نتمنى من هذه اللحظه يا اخواننا الناس تصنع في ارض الواقع، ويتو بالذات يعني مطلوب منكم زياره للموقع عشان تشوفوا الحاجات دي ان شاء الله. شاكر لك جدا دكتور سيف المكاوي، وان شاء الله الناس تلقى عندكم كل الحلول وكل الحاجات اللي انت طرحتها. شكرا لك. وانا ايضا شاكر لكم ولهذه القناه التي ظلت تبحث معنا في هذا العمل الجميل وفي هذا المجال، وشاكر لكل التيم من خلف الكواليس، ونسال الله ان اكون اصبت في هذه الجزئيه البسيطه، ونعد المشاهد بالعديد والمفيد ان شاء الله. باذن الله تعالى لسه متواصلين يا ساره، كنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معنا.